تعج الأسواق التقليدية بالحياة منذ الصباح الباكر، فكل يعرض بضاعته ويلتقي بتجار وأصدقاء آخرين في انتظاره على الموعد المتكرر. سوق نزوة، مكان يجمع بين أروقته مختلف البضائع التي يعرضها باعة عمانيون. خبر السوق وفنون البيع والشراء. يقصد السوق مختلف الناس من مناطق السلطنة، وكل يبحث عن بضاعته في إحدى الدكاكين المنزوية في ركن من أركان السوق العتيدة. الداخل إلى ممرات السوق الضيقة يجد أصنافاً متباينة من السلع المعروضة، فالبحث لابد وأن يقودك إلى ما تريد شراءه. يدير هذا الرجل أعماله التجارية من دكانه في السوق، فحركة البيع والشراء مستمرة طوال اليوم. قرر هؤلاء النسوة التوجه إلى سوق نزوة، ليس للزيارة فقط، بل للتبضع أيضاً، وشراء بعض المشغولات الفضية والتحف الجميلة، والسعر قابل للنقاش دوماً. تذكار مميز من نزوة يبقى معهن بعد عودتهن إلى بلادهن، حين تنتهي الزيارة لسلطنة عمان. No problem. 4 pieces, 50 pieces, I give it. No.